تفسير الزغاريد في المنام. هذه من الرموز التي يعبر حسب عرف المجتمع الذي يعيش فيه الرائي أو ينتمي إليه. ففي بعض المجتمعات الزغاريد تعبر بالفرح والأعراس والمناسبات بشكل عام، وفي المقابل هناك مجتمعات تكون فيها الزغاريد دلالة على وفاة أو حزن أو حرب. ومن الأمثلة على ذلك ما كان موجودا قديما في بعض المدن والحواضر المغربية كالدار البيضاء تحديدا، ولا أعلم هل لا زال ذلك مستمرا أم اندثروا. كانوا إذا رزق أحدهم بمولود ذكر يقومن النساء بإطلاق 3 زغاريد، وذلك فرحا بذلك المولود، بينما لو كان المولود أنثى تكون زغرودة واحدة. وهنا قد نراعي عدد الزغاريد في المنام لما قد يحمله من دلالات معينة كما هو واضح في الحضارة المغربية. هناك بعض المجتمعات يقمن النساء بالزغاريد فرحا بعودة أهاليهم من الحج، فهنا تظهر دلالة لهذا الرمز وهي الحج. ومجتمعات أخرى يقمن بها النساء فرحا بخروج قريب من السجن، فهنا تظهر دلالة الخروج من السجن لذلك المجتمع، وغير ذلك من الدلالات، كل مجتمع بحسب عرفه. يرى بعض أهل العلم أنها من البدع، فربما تدل على بدعة يرتكبها أو ينكرها الرائي حسب حالة الرائي ورموز الرؤيا.